تتشكل في اليمن معالم حقبة سياسية جديدة تغيرت فيها الشعارات. ففي الحقبة الجديدة الشعب يريد مجلسا انتقاليا. شباب الثورة ومعهم أحزاب المعارضة يضغطون باتجاه إنهاء الرسمي لحكم الرئيس علي عبد الله صالح وتشكيل حكومة جديدة بعدما يعتبرونه فراغا للسلطة إثر نقل صالح إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج. إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي رد من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. فحلفاء صالح متمسكون بمواقفهم ويصرون على أن الرئيس سيعود قريبا إلى البلاد بعد أن تجاوز مرحلة الخطر. والأطباء قالوا بأن مرحلة الخطر زالت من علي عبد الله صالح وإن صحته ممتازة. ويستبعدون أيضا نقل السلطة إلا بعد عودته. ما يمكن يتم الحديث عن نقل السلطة إلا بعد عودة فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى اليمن. لكن المحتجين لم يظهروا اهتماما بتحسن صحة الرئيس ويصرون على رحيله وإنهاء حقبة حكمه والتطلع إلى بناء مستقبل جديد لليمن. الأنباء اللي وصلت إنه بخير أو كذا بالنسبة لنا يعني ما يهمنا، لأنه بالنسبة لنا قد خرج وانتهت المفروض الحين إن إحنا نخطط للمستقبل اللي باقي. يتعرض نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لضغوط شعبية من قبل شباب الثورة لتشكيل مجلس انتقالي يمنع بموجبه الرئيس صالح من العودة إلى السلطة. كما طالبت المعارضة بإعلان فوري لفترة انتقالية مدتها عام كامل وإنشاء مجلس انتقالي لتشكيل حكومة جديدة. وزاد المحتجون بطلب منع رموز النظام من الانضمام الى المجلس الانتقالي المرتقب او حتى من خوض انتخابات رئاسية مستقبلية. لم يعرف اليمن الهدوء منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات اواخر يناير كانون الثاني الماضي لانهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما. وحافظت الحركة الاحتجاجية على طابعها السلمي إلى أن دخلت منعطفا خطيرا بعد اندلاع قتال في العاصمة صنعاء بين قوات موالية للرئيس صالح ومسلحين مؤيدين للشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد. وكادت البلاد تنزلق إلى أتون حرب أهلية، ثم تغير مجرى الأحداث بعد الهجوم الذي شهده القصر الرئاسي يوم الجمعة الماضي وأصيب فيه الرئيس صالح بإصابات بالغة، نقل بعدها إلى المملكة العربية السعودية وأجريت له عملية جراحية. ابتهج مؤيدون لصالح بتحسن وضعه الصحي، لكن الضبابية تخيم على السيناريوهات المطروحة للخروج من الأزمة. فبين خيارات شباب الثورة في جمعة جديدة وتصورات المعارضة للخروج من الأزمة، تبقى الرؤى الإقليمية والدولية غائبة أو على الأقل غير واضحة المعالم.